يرفضون المناصرين منذ صباحة اليوم. الآن حوالي 30 ألف مناصر دخل إلى ملعب 5 جويلية، وما زال الكثير من المناصرين الذين سيتوافدون في الساعات المقبلة إلى ملعب 5 جويلية. نعم، هل كأن تعطينا بعض التصريحات للأنصار المتواجدين أمامك محمد أمين فغير؟ نعم، معي بعد من الأنصار الذين دخلوا إلى الملعب الآن. السلام عليكم، كيف توصف لنا الأجواء الآن في ملعب 5 جويلية؟ هي والله الأجواء يعني رائعة، وجماهير راهي تتنقل من كل الولايات، لأنه تكلفة التذكرة غالية شوية. كاين اللي داروا 50، كاين اللي ماشي خدام، ماشي ما عندوش، تما راهي نسبة الجماهير قليلة شوية. راك تشوف داروا نتيكية 50,000، بزاف كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما يخدمش. الله غالب، راك تعرف حالة ماهيش مليحة، وحنا الحمد لله راك تشوف الجماهير راهي تأزر في فريقها، والفريق فريق خدم إن شاء الله. نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وخاصة رفيق حليش، هو ابن حي شعبي، هو ابن عم خدم يعني، بارك الله فيه. والله عودة مشاهدينا الكرام إلى الأستوديو. إذن شكرا لك محمد أمين فغير، كنت معنا مباشرة من ملعب 5